طبعا هو تدخين ضار جدا بالصحة، ده ما فيش فيه أي خلاف علشان بس، لكن احنا بنتكلم هنا على سلعة من السلع الموجودة قانونيا داخل البلاد، وهي السجائر والدخان زي ما تسمى يعني. وبيحصل أو هيحصل إلزام للشركات المنتجة بإرسال كشوف بائعي السجائر للحكومة. مش مشمش حاج مشمش عم مشمش امبراطور السجائر في مصر، يا ترى هل ترى هل فعلا هذا الرجل هو المسؤول، ولا ان هناك مسؤوليه مشتركه ما بينه وما بين كافه البائعين والموزعين الخ؟ ما ده برضه سؤال مهم جدا. طيب اتنين، لما هيتم ارسال الكشوف هيحصل ايه؟ انا كشركه منتجه او الشركات المنتجه بتطلع أحجامها الإنتاجية وتذهب إلى الموزعين، والموزعين الكبار بيبدأوا يوزعوا على التجار الأصغر، فأنا لازم أبقى كحكومة عارفة الشركات المنتجة طلعت كميات قد إيه طرحت في السوق. الشركات المنتجة بالمناسبة سبق من حوالي شهرين أو ثلاثة وحطت لستة الأسعار بتاعتها، سعر البيع للمستهلك كذا. طبعا سعر البيع للمستهلك ده استحالة هتلاقيه غير عند محلات محددة، وما ينفعش ان انا اذكرها وإلا اصبح اعلان ان هذه المحلات محلات كبيرة تبقى ملتزمة بانها بتبيع بنفس السعر الرسمي كيفما يتم اعلانه، لكن في النهاية خلص هم كام محل يعني 10 20 30 40 50 100. طب والباقي؟ فانا كحكومه هبص اعرف ده الطرح في السوق الكميه دي من النوعيه الفلانيه والكميه دي من النوعيه الفلانيه، يبقى كده ادي اول هام. تاني هام، انا عندي السعر. تالت هام، انا عارف هو راح للموزعين مين. رابع هام، اقدر ارجع مع الموزعين واعرف هم بيطرحوا قد ايه من حجم المخزون اللي عنده، وبيخلص المخزون ده خلال مده قد ايه، يعني الحركه بتاعه التوزيع ماشيه ازاي. معايا على التليفون حتى نفهم اكتر وتأثيرات مسألة كشوف البائعين دي لا توصل الحكومة هتؤدي لإيه. استاذ ابراهيم امبابي رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك تسأل ايه؟ ده انت حضرتك قلت شرح. انا كرئيس شعبة 30 سنة قاعد متكيف من شرح حضرتك. ابدا ولا ينفع اصلا، انا مين علشان اشرح في وجود حضرتك؟ لا والله العظيم بجد ربنا يهدي لك صنعتك واعلامك المحترم. حضرتك صرفت المشكله بجوهرها بحلولها بشكلها العام، حتى لمحت تلميح لذيذ مشمش واخواته. طب انا عايز اعرف بقى ايه قصه مشمش واخواته يا استاذ ابراهيم؟ بص انت طبعا اللي يتناقش او يتحاور مع حضرتك قامه اعلاميه محترمه. العفو يا فندم، ربنا يخليك الله يحفظك. بهذا الذكاء لازم يكون في شفافيه علشان نحترم عقول بعض. احنا بقالنا بالظبط من شهر 5 2023 وانا بصرخ في كل الجهات يا اهل الخير. كان الاول اتاخر تعديل الضريبه، تاني حاجه قلت لهم يا اهل الخير ما ينفعش تحل المشكله بنفس الطريقة وتفشل وترجع تحلها بنفس الطريقة وتستنى ان هي تنجح، لا يمكن، ده ضرب من الجنين. حضراتكم انا قلت اقلب الحرم التوزيعي. ليه؟ انا راجل صانع، في شركات ما بتدورش اسعار، وشركات عندها رقابة من المالية، والشركات بتبيع في فواتير الكترونية. تمام، يبقى شركات ما فيش عليها غبار. كان عندهم مشكلة الخسارة، من لما فتحت لهم الشرايح الشركات بقت الحمد لله بقت في انتظام في الانتاج. نيجي بقى على المشكله مشمش واخواته. التاجر التاجر ذكي، وفي في 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 الفترات الصعبه يظهر حيتان. الحيتان دي اللي هم بياخد بيمصوا دم الشعب. الحيتان ده بيعمل ايه؟ هو عارف ان في شهر 5 في كل عام بيحصل زياده ضريبيه على السجائر. يبتدي من شهر 2 يخزن 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 يخزن. جت فترة قلة الدولار، الإنتاج قل حوالي 20%، وبالتالي مع التخزين أصبح البضاعة مش موجودة في السوق، مفيش طرح للبضاعة في السوق. ولذلك أنا نديت
ست شهور قلت يا شركات اقلبوا الهرم التوزيع. يعني ايه اقلب الهرم التوزيع؟ بدل ما ابيع للتاجر الجمله، لا اروح للسوبر ماركات محترمه، اروح للجهه اللي انت مش عايز تقولها، اللي انت ما رضيتش تقول اسمها، محطات البنزين وما هي تبعها. تمام، دي ناس محترمه مش هتخزن ولا هتمص دم ابراهيم الامبابي ولا هتمص دم الاستاذ سيوط. تمام، من حضرتك لما جينا النهارده، لما جه الاستاذ ابراهيم السجيني مسك تولى رئاسه جهاز الحمايه المستهلك، وانا تربطني بيه علاقه محترمه لانه راجل محترم من ايام ما كان في وزاره الصناعه، طلبني قال لي انت يرضيك انا رئيس الجهاز وهذه المهزله موجوده؟ قلت له لا. قال لي اعمل لي اجتماع في رئيس شعبه، هات كل الصناع وتعالوا نقعد. تمام، ما اخبيش عليك، انا اول مره الاقي الجديه في مسؤول انه عايز ينهي هذه الظاهره. قعدنا نتناقش النهارده حوالي ساعتين، في الاخر قال لهم كلمه واحده. قال لهم انا كل ما اكلمكم تقولوا لي انا ببيع للتجار التوزيع. طب يا سيدي انا الجمل وانا الجمال، حضرتك مش بتنتج؟ قال له اه. حضرتك عندك خطه استباقيه هتنزل تبيع النهارده فين وفين وفين؟ قال له اه. قال له حضرتك الساعه 8 الصبح انا باجي على مكتبي الاقي على الايميل الخطه بتاعت توزيعك والباقي مش بتاعك. فانا ضحكت، فقال لي بتضحك ليه؟ قلت له انت عايز تقفله، انت عايز تبقى الساعه 8 ونص الفرع بتاعك اللي في السوهاج عند العميل اللي خد 100 كرتونه من الشريعه للدخان واقف على دماغه. قال لي بالظبط كده، مش نتيجه الا كده. ففكره حلوه، حب يقفلها صعب. فزي ما حضرتك شرحت المقدمه المحترمه بتاعتك قلت ايه؟ خلاص فلان خد 100 كرتونه، واحنا ما كناش عارفين قبل كده ان هو خد 100 كرتونه. قلنا نروح نكلمه التموين يقول لك انا خدت 10 كراتين بس، ولكن هو واخد 100. فهيجي بقى حمايه المستهلك، وريني ال 100 اللي النهارده الشرقيه بالدخان بعت لي فاتوره بتقول ان هي باعت ابراهيم الامبابي 100 كرتونه، حضرتك وديتهم فين؟ زي ما حضرتك قلت. 50 للاستاذ يوسف ربيع، فين فاتورتها؟ اهي تمام براءه. طب فين ال 50 الثانيه؟ مش معقول لحقت تشربهم؟ يبقى اذا انت مخزنهم يبعتهم في السوق السوداء. اقفل واشطبه من الشركه على طول. حلو. طيب. فكره حلوه، وانا انا انا مبسوط لان لقيت بدات في تحرك. لا الموضوع كان زاد عن بس كده السلسله ما كملتش. لانه السلسله لسه مش كامله. يوسف خد الكراتين من الشرقيه للدخان. ويوسف موزع كبير. نزل بقى ادى لابراهيم واحمد ومحمد وحسن. ابراهيم ومحمد هو متتابعه، هو وكده من هو خدها الاول من الشركه، بعت ليوسف، يوسف باع لابراهيم، ابراهيم باع لعباس. هيفضل معان لغايه لما يشوف ال 100 كرتونه راحوا فين. يعني دي الطريقه اللي هيشتغل بيها جهاز حمايه المستهلك النهارده، وكان هيتابع السلسله لحد ما اوصل للكشك. للكشك اللي باع علبه. للكشك اللي باع علبه. وبعد كده انا سالته، شفت استغرابك، انت انسان ذكي جدا. العفو. انا سالته السؤال ده، قلت له انت هتوصل للكشك؟ قال لك دي مسؤوليتي انا، عندي كل محافظه فروع. بص انا موضوع السجاير ده قدامي شهر، يخلص عليك لا يخلص عليا. طب انا عندي سؤال بصراحه. اتفضل. هو في حد اسمه مشمش؟ اه طبعا. ومشمش ده هو اللي مسيطر على السوق للدرجه دي؟ مش لوحده. في كده مش لوحده يعني؟ في مشمش في كم؟ هو اللي بيحب الاعلام وبيحب الفيسبوك وبيحب الحاجات انا دي. عندي كده بيحب الحاجات دي بس. فده او احنا دلوقتي اصبحت ظاهره مشمش، بتحطها على بتاع السكر، بتحطها على بتاع الرز. دي ظاهره اللي هو التاجر الجشع اللي بيمص قوت الشعب. طب هو مشمش فرحان انه ده توصيفه في الاعلام والصحافه؟ ايوه معلش، ما كاتب يا يوسف بيه، معلش انت بتكتب علبه 27 جنيه بتبيعها 50 جنيه. في ايه مكتب؟ في ايه ده؟ ولا مخدرات. طب سؤال مهم، اذا كان مشمش يعلن عن ذاته بهذا الشكل يعني، وانه هو سعيد بالصيت بتاع انا امبراطور السجاير وانا اللي برفع السعر وانا اللي بنيم السعر، التموين ما تقفش ليه بقى؟ التموين صدر له بدل المره 10، بس المكسب يغريك. صدر له
اصل برضه يعني انا بتكلم مع حضرتك بصوت عالي وانا اعلم ان حضرتك اكيد مش اللي المفروض تروح تمسك مشمش، لكن انا بتكلم معاك بصوت عالي صادر له، لكن التموين له حق الاحاله للنيابه، يعني عنده ضبطيه قضائيه ويصادر ويشمع ويعمل المحضر وبعد كده المحضر ده هيتحول للنيابه. السؤال بقى، السؤال خلينا في النيابه، خليني اصلا تحورك عاجبني قوي، خليني هنا في النيابه، البضاعه المضبوطه فين؟ لو كانت تم طرحها وسمعوا كلامي وقدمت طلب لمعالي النائب العام، قلت له عيد طرحها في محطات وطنيه للبنزين، يبقى المنتج هيبقى متواجد. طبعا. شوف حضرتك انت لمست جوهر كبد الحقيقه. طب انا كنت قاعد مره مع اللواء محمد فتح الله، والله العظيم الناس دي ماتت الشهرين اللي الثلاث شهور اللي فاتوا دول. ماسك مخزن فيه 300 كرتونه يمسك بيه في سراج. اه. 300 كرتونه، يعني الكرتونه فيها كم خرطوشه بقى؟ الكرتونه 50. الكرتونه فيها 50 خرطوشه، والخرطوشه ب 10 علب. ايه 10. اضرب بقى 30 جنيه مكسب في 10 في 50 في كرتونه واحده. في 300 كرتونه. بلاش ده، بلاش ده، اضحكك؟ ضحكني. في اللي هو فتح الله مسكهم في البقوس واحدة ست، والله العظيم 150 كرتونة. الله أكبر. لا الناس دي تعبت قوي، اللي هو فتح الله خلصت تمويل. ولكن أنا النهاردة بأمانة، وبكلم إعلامي المحترم، أنا النهاردة فرحان إن في حد بدأ يتحرك. لا ما كلنا فرحانين على الحسبة دي، ال 300 كرتونة محققين صافي 4.5 مليون جنيه. شكرا. ده 100 كرتونة. طيب 300، طب ال 300 كرتونه دول بيخلصوهم في قد ايه يعني؟ يعني يعمل 4.5 كل 4 ارنب ونص. حضرتك عايز اقول لك حاجه، استهلاك الشعب المصري من السجاير خلال العام 84 مليار سيجار. يا دين النبي. 4 مليار علبه سجاير بتنتج شويه شرقيه للدخان اللي هي اصبحت دلوقتي جلوبال والشرقيه. 84 مليار سيجاره سنويا. ايوه. يعني 42 ايراد 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 خزينه الدوله، احنا تاني ايراد بعد قناه السويس اللي بيخش ضرايب ورسوم لخزينه الدوله، ويجي مشمش واخواته يستحوذوا على النصيب الوافر والاكبر. ده اللي كان مزعلني. يا لالي يا لالي ده يا لالي. هقول لك حاجه، مش كان فيها انت حضرتك تعرف حاجه اسمها الدولاره؟ كان طبعا. ايام السجاير دي كانت مكان الدوراره، كان واحد يشتري له علبه 200 سجاير يكسب فيهم احسن من اي حاجه ثانيه. احسن من اي حاجه ثانيه. اذا في القريب العاجل يتم ضرب مشامش السجاير والدخان. المشامش. اشكرك جدا استاذ ابراهيم امبابي رئيس الشعبه العامه للدخان والسجائر بغرفه الصناعات الغذائيه باتحاد الصناعات المصريه. تخيل ال 300 كرتونه بيعملوا 4.5 مليون، ده مشمش ده بقى يعني اكيد عدى، لان مش بتاع 300 كرتونه، مش بتاع مثلا 30,000 كرتونه. على كل